السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلوا عليه أجمعين. دائما بقوا مع المشاريع المربحة والمصغرة لربات البيوت، وهذا المشروع اللي راهو داير حالة خاصة هاد الأيام. اليوم بإذن الله غادي نخيط معكم سرابيت موديل تاني بأسهل وأبسط طريقة ويخرجوا شابين بزاف. في الفيديو السابق كنت درت معكم هاد السرابيت، خرجوا شابين بالبزاف، عطيتكم سعر البيع يعني تبيعوا 9، قلت لكم تبيعوا 9 يعني متر تخرج لكم متر من هاد القماش اللي شريت تخرج لكم 9، تبيعوها ب 130,000 حتى 140,000، ممكن حتى 150,000 يعني على حسب السلعه اللي تتقام لكم. هي شويه غالي السعر، لكن كما شفتوا يعني حاجه شابه وراقيه وحاجه تاع الهمه والشان. كما تقدروا تبيعوا غير بالحبه يعني غير بالسربيته الوحده تبيعوها حوالي 15,000، من 12,000 حتى 15,000، ويعني كل وحده تحسب السلعه تاعها وكل وحده تشوف شحال تزيد حق يديها، كاين اللي تبغي تغلي، كاين اللي تبغي ترخص وتتهلا في الزبونة، يعني تبقى ليكم. الفيديو السابق كنت خدمت معكم 4 من هذا الموديل، وهذا الفيديو تبقاو لي 5 يعني شريت مترا دارت لي 9، 4 خدمتهم هذا الموديل، والخمسة اللي تبقاو لي بغيت نخدمهم بموديل ثاني. اذا تابعوا الفيديو نبدا على بركة الله. هنايا عندي كنت فصلت مسبقا، اللي تبغي تشوف الطريقه تاع التفصيل يعني سهله مهله تروح للفيديو السابق تشوفها. هنايا راه عندي 5 تاع السرابيت، عندي فيهم 35 سنتيم على تقريبا 30 سنتيم، 29 ونصف حتى 30 سنتيم. ونحتاج هاد القطع تاع السرابيت، هاد القماش تاع الدراوات كذلك راهم عندي 5 يعني كل قطعه نزيد معها وحده من هاد القماش تاع الدراوات. درت كذلك من هنايا 35 سنتيم ومن هنايا 12 ولا 13 سنتيم. ونحتاج شريط البيي اللون الابيض، انا شريت باطه فيها 25 متر ب 20,000، تتقام لكم رخيصه كي تشريو بالباطه. وعندي هاد لاكيبير ولا هاد الكالون، هادي شريت باطه ب 35,000، ويعني ما غاديش غادي تخدم لي وتشاط لي يعني نخدم بها صوالح اخرين، كي نشري انا نفضل نشري بالباطه هكذا باش تتقام لي يعني رخيصه، واللي شاط لي يعني نخدم به صوالح اخرين. ونبدا على بركة الله. بسم الله. هنايا هاد القماش كان متوفر عندي، يعني القطع اللي تكون متوفر عندكم استغلوها ما ترميوهاش، يعني هادو فقط من بقايا القماش. نجيب السربيته بهاد الطريقه، اذا هذه هي السربيته، هذا هو الوجه. هنايا الجهه اللي فيها 35 سنتيم ندير تنيه واحده الى الاعلى بهاد الطريقه، تنيه صغيره، ونروح لماكينه الخياطه ونخيطها. وهذه هي القطعه بعد ما خيطتها، خيطتها على الوجه يعني غير تنيه وحده، تخليو نصف سنتيم وتخيطو. نجيب القطعه السوداء، هذه هي. هنايا تقدروا ديروا طريقتين، نعطيكم الطريقه الاولى. هذا الوجه نتاع القماش، ديروا تنيه الى الداخل بهذا الشكل، تنيه بهذه الطريقه وتحطوا وتخيطوا، تحاولوا تخيطوا خطين تاع الخياطه ولا الطريقه الثانيه. انا غادي ندير معكم هذه الطريقه هكذا باش المبتدئات يفهموا اكثر. هذه الطريقه تحطوا الوجه نتاع هاد القطعه تاع الدراوات، هذا هو الوجه وهذا هو الوجه، تحطوا الوجه مع الوجه بهذا الشكل وتخيطوا. هنايا بعد ما خيط، خيط الخياطه الاولى وعاود خليت واحد تقريبا نصف سنتيم وخيط، كي نقلبوا يجي الشكل تاعها هذا هو، يعني من هنايا تجي مفينيه ومن هنايا كذلك تجي مفينيه بهذه الطريقه. الان واش رايحه ندير؟ نجيب هاد لاكيبير، اذا نحطها، نحاول نفتح هذيك، نحاول نفتح بهذه الطريقه ولا تحددوا القطعه تاعكم، نحطها بهذا الشكل ونروح لماكينه الخياطه ونخيط. نخيط اولا الجهه الاولى ومن بعدها نخيط الجهه الثانيه للاكيبير.
اذا هنايا من الاسفل تكون الخياطه بهذا الشكل، يعني هذه الجهه ما تقلبوهاش من هنايا، يعني تقلبوها بهذه الطريقه هذه الثانيه، عاد وتحطوا القالون تاعكم وتخيطوا. تقدروا ما تفوتوا قبل ما ديروا هذا القالون، يعني ديروا ثانيه، يعني هذه كانت بهذا الشكل، يعني ديروها بهذه الطريقه وتفوتوا عليها بالخياطه واحد الخط، عاد وتحطوا هذاك القالون او لا كيبير. الان نمروا للخياطه نتاع شريط البيي، نفتحه بهذا الشكل، ندير مثلث بهذا الطريقه ونبدا الخياطه. انا نفضل نبدا الخياطه من هنا، نحطه وهو مفتوح بهذا الشكل، ونخيط، نخلي نصف سنتيم ونخيط. اذا كما راكم تشوفوا هنايا هذه الثانيه، يعني نفتحها بهذه الطريقه ونفوت بالخياطه في هذا الخط هذا الشكل، يعني تخليه نصف سنتيم وتخيطه كامل. كي نوصلوا للجوانب كما راكم تشوفوا، ندوروا شريط البيي ودائما نفتحوه، وهذه الثانيه نسقموها بهذا الشكل، نكملوا الخياطه يعني عادي بهذه الطريقه. هنا نقلعوا هاد الجوانب غير واحد شويه، ونقلبوا شريط البي بهذه الطريقه. نرجعوا للمكان اللي بدينا فيه الخياطه، اذا بهذا الشكل نجيب هذه نقلبها بهذه الطريقه، وهذا المثلث نقلبه عليه بهذه الطريقه ونخيط. تبقاو لي هاد الجوانب المفتوحة، نفوت عليها بالخياطة بهذا الشكل كامل الجوانب.